ايه مكسوف ليه؟ لا 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 على مش صوتك، انت مكسوف راجل، والله. انت الاول مركزك ايه في الملعب؟ انا في شمال. في الشمال، يعني راجل بتجيب اهداف وبتعرز اهداف، لازم يبقى صوتك عالي. حاضر. كابتن اسامه، الاول طمنا على صحتك، يعني في اخر مباراه، اخر ماتشين في الدوري او اخر 3 مباريات بعد ما خلاص حسمتوا الدوري وطمنت، حصلت وعكه صحيه كده شديده عندك، يعني احكي لنا اللي حصل ايه والدنيا وصلت ليه دلوقتي؟ لا الحمد لله رب العالمين. هو كان يمكن في اخر ماتش، كان ماتش الجيش، كان في رمضان، فكان يوم الجمعه، فربنا سبحانه وتعالى قدر. كنت صاحي بصلي الفجر، فعيني حسيت بانها عينيا اليمين مش شايف بيها كويس. عملت تحاليل واشعاعات، اتصلت بالكابتن خالد، وكابتن خالد بعت كابتن صبري الاداري، و طبعا رحت مستشفى، ودكتور محمد صلاح عمل لي حقنه، وكانت جلطه هي في العين. فالحمد لله رب العالمين دلوقتي يعني لابس النضاره بشكل مؤقت لغايه ما في حقنه تاني ان شاء الله تتحمل الاسبوع اللي جاي، وربنا الشافي الحمد لله. الحمد لله الامور مستقره. لا الحمد لله، بالنضاره افضل. كره متعبه صح؟ ضغوطات ضغوطات طول السنه طبعا. يعني يمكن فرقه 2007 من الفرق اللي كابتن خالد بيبو قال لي ده تحدي السنه دي مع فرقه 2007. اولا كان فرقه طالعه لسه من البراعم. تاني حاجه اول سنه تلعب دوري جمهوريه، دوري صعب. تالت حاجه ان التزوير في الفرق الثانيه بشكل كبير جدا مشكله، دي في مشكله الدوري 2007 خاصه في 2007، يمكن كان اصعب، انا بعتبر من اصعب الدوريات، لان اللي عايز يزور او يسنن في فرقه 2007 سهل، وبيبان الفرق. وبيبان الفرق 3 4 سنين. يعني انا مش عايز اتكلم بدون داعي لذكر اسماء انديه، احنا كنا بنلعب رجاله كبار. كان مستر مايكل كل ماتش كان موجود، او الكابتن خالد، لا بنلعب فرق قوه وسرعه طبعا. بس الحمد لله رب العالمين، انا فرقه 2007 كان رجاله من اول السنه. انا كنت واخد الموضوع تحدي، يمكن الضغوطات كتير كتير قوي، منها كمان يعني ولي الامر، ودي مشكله كبيره هنتكلم عنها دلوقتي. دي مشكلة هنتكلم عنها النهارده، يوم احتفال وجايين نحتفل بيكو الحاجات الحلوه بقى مشوار الدوري. الاول بس يقول لي في تعبك، كنت قلت لي النهارده كابتن خالد بيبو، يعني طبعا النادي الاهلي وقف جنبك طبعا في كل طبعا الأمور. طبعا كابتن خالد والنادي الاهلي ما تاخرش عني بحاجه. كان في مستشفى طبعا بدون داعي برضه ذكر اسمها. كابتن خالد وقف جنبي وما سابنيش طبعا، والنادي الاهلي كله ما بيتخلاش عن ابنائه. الحمد لله رب العالمين، قام بالواجب كله معايا الحمد لله، ولسه طبعا في يعني مكملين، ربنا يسهل بس ان شاء الله بالشفاء يمشي يعني. فيك على خير، بس الحمد لله الحمد لله، ربنا يتم شفاك على خير ان شاء الحمد الله. لله.